البرازيل محط الأنظار، بطل العالم 3 مرات والذي استولى على قلوب المشجعين في جميع أنحاء العالم، وجعل أفضل لاعب في ذلك الوقت بيليه كنزا وطنيا لبلده الأصلي. التطلعات والضغوطات كانت عالية جدا، وقد يفسر هذا أن كأس العالم 74 لم تجري للبرازيل كما كان مخططا لها، خاصة في غياب النجم بيليه الذي قرر الاعتزال دوليا للاحتجاج على النظام العسكري في البرازيل. لكن لا أحد كان يتوقع تدهور مستوى البرازيل إلى حد أنهم أصبحوا محل السخرية، خاصة في مباراتهم ضد هولندا، حيث أظهروا الكثير من الغضب ضد المنافسين وجماهير المنافسين. الكثير من التدخلات التي لم يكن هناك مبرر لها، والتي أدت بشكل واضح إلى الحصول على بطاقة حمراء. كان الإحباط الذي أصاب اللاعبين البرازيليين على الأرجح بسبب المناخ السياسي المضطرب لبلادهم في ذلك الوقت. ازداد إحباطهم عندما فشلوا في تسجيل ما يكفي من الأهداف. وأكثر ما فاجأ الجماهير هو الموقف القاسي للاعب لويس بيريرا الذي أفسد الأمر أيضا على الجماهير الهولندية. كأس العالم 74 دورة للنسيان لمنتخب البرازيل.